ايوه يا فندم، ما نزلت البيع وانا. افندم البيع موجود؟ ايوه بس بيشتغل دلوقتي. لا يا فندم ما نقدرش نقول له ابدا. ندهله؟ ها؟ ادخل. يا سعادة البيع، رمضان بيها وساعتك في التليفون. مش فاضي. حاضر. الو، زي ما قلت لسعادتك البيه مشغول. لا يا فندم، اخوه شفيق بيه لسه ما جاش. ايوه يا فندم، اخو جه. استني شويه وفتح. اخويا في مكتبه؟ ايوه دي. طيب، حط دي في اوضتي. ودي حطها تحت مخدة السرير بتاعي. رمضان بيه في التليفون كده؟ الو؟ اهلا وسهلا. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ لا لا لا، انا اندهولك حالا. ازاي؟ انا هخاف من اخويا؟ ايه؟ في حاجة؟ لا ولا حاجة أبدا. بونسوار. بس أنا جيت علشان أقول لك إن ال يعني العشاء جاي. طيب دي جاي حاجة. ألو؟ رمضان بيه؟ أخويا خرج دلوقتي أهو. بس كنت حضرتك عاوز تسأله على مقاس الصندوق اللي كان هيبعتهولك. أنا شفته، هو يطلع قد كده أهو، وارتفاعه كده أهو، وله ودن من هنا وودن من هنا ورجل 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 ورجل. بونسوار.
شركه ابو حميد. ايه يا محمد؟ جواز لسعاده البيع مستعجل. خد يا عبدو ادي الجواب ده لعثمان افندي يديك سعاده البيع، قول له مستعجل. من مين الجواب ده؟ ده من اسكندريه، من عند صديقنا الاستاذ عبد الله المحامي، بيقول ان المدرسه هتقفل يوم الخميس ولازم نروح ناخد ليله. ليله؟ يعني ايه ناخد ليله؟ يعني ناخدها؟ خلاص تممت علومها والمدرسه هتقفل، عايزها تروح على فين؟ مش عندي بكل تاكيد. انت عارف مبدئي. ايوه لكن مبدأك ده ما ينطبقش على ليلى. دي بنت عمنا، وانت وعدت ابوها قبل ما يموت انك تربيها. فعلا، وديني ربيتها. لها 8 سنين دلوقتي في المدارس وانا بصرف عليها. عاوزة تيجي ليه؟ هتخليها تقضي اجازتها زي كل سنة عند عبد الله بيه في اسكندرية. لكن السنة دي مش ممكن، لأنها خدت الشهادة النهائية وتخرجت من المدرسة. هتروح فين؟ تروح مطرح ما هي عاوزة. أنا مستعد إني أدفع لها كل مصاريفها. لكن مش عاوز ستات هنا في البيت. ولكن ليلى دي مش ست، دي عيينة صغيرة. ثم ما تنساش وعدك لابوها قبل ما يموت. الواجب اننا نجيبها عندنا هنا في البيت. طيب اكتب لعبد الله قول لي وصلها لحد هنا. عبد الله بيه عاوز يقابل الجنابي. خذي اتفضل. ده لازم جاي ياخد ليلى. اهلا وسهلا. بونجور مدام. ازاي؟ الله يسلمك. بونجور. اتفضل. ميرسي. ليلى جاهزه ولا انا جيت لبطه شويه؟ ايوه منتظرك للصراحه. استنى لما تدخلها. الله كفايه. الو. مدير ليلى اتفضلي قوم ياخدوه. ارفع يا جماعه. اوعى ما تبوش. رح نيجي ضروري. ارفع. ارفع ارفع ارفع. الواحد الواحد ازاي يكون؟ اعمل ايه؟ بكل اسف في اخر لحظه جاتني مأمورية تمنعني من توصيلك. لا ما تتاسفش احسن، اسافر لوحدي كده زي واحده ست كبيره. لكن انا ما اعرفش البيت. انا بعتت تليغراف ويوسف وشفيق هيكونوا منتظرينك في المحطه. نسيت افتكر شكلهم. مع السلامه، ابعتوا لي جواب. هيوصل مصر الساعه كام؟ الساعه 6:35. الساعة 6:30 و5، لكن راح نربي ازاي في الزحمة دي يا شفيق بيه؟ أي أي فين؟ أي أي تعالى بس تعالى. شيال تعالى هات الشنط على منك. الشنط فيها أذان. يا سلام. ايه؟ اما بيت كبير اهو هنا اقدر اعزم كل اصحابي واخد حريتي. امال فين يوسف؟ جوه بيشتغل. بيشتغل؟ بدل ما يجي يقابلني. يوسف يوسف. اما عفريتة صحيح وشرف يا بين واديهم فين؟ سيبوهم عندكم دلوقتي وروحوا وجبوا لنا العشاء. مالك؟ لا ولا حاجة. لكن أنا بس يعني إيه؟ الأرض لازم أبوس. لا لا اكتشف يعني ماشي. لا إزاي لازم أبوسك؟ مش أنت ابن عمي؟ أنا في السفرية جنان خالص. واحد كده زي الستات الكبار بس يخسر. كان كان بواحد راجل سخين وقد كده. ومعاه يجي 10 شنط وكل محطة طلع يشتري أكل. أحد ياكل زي الوضع. من حق على فكره. ده انا ميت ربوح. يعني؟ موت. طيب نقدر نطلب العشاء حالا. مش كده يا شفيق؟ طبعا طبعا. طيب على ما اروح اغسل ايديا واجيب له حالا. انا فرحانه قوي اني هقعد معاكم هنا. تعرف لما كنت في المدرسه ولا بعدين اقول لكم بعدين؟
ياه ده فيتك واسع قوي، عامل زي ملعب المدرسه. تعرف اني كنت الله بعدين حد على العشاء؟ لا ليه؟ لا امال ليه قاعدين واحد في الشرق وثاني في الغرب؟ على كده لازم ازعق بقى عشان تسمعوني. لا ما ينفعش، انا افضل اقعد هنا. وانت كمان يوسف تعال اقعد جنبي، تعال يلا تعال. ولكن بس اسمع الكلام قبل الشوربه ما تبرد. تعال الحق الحق يا عيني. ليلى شقلبت كيان البيت. ليه؟ اول حاجه خلت البيت يتنقل من مطرحه على السفره ويقف جنبها كده. ايوه. تاني حاجة قعدت تحكي لهم حواديت، خلت البيه مات على روحه من الضحك. مش ممكن، ده عمره ما يضحك. تعال شوف. تعال يا ولاد نشوف الحكاية. طيب طيب كفاية. انت عارف انهم مسميني ايه؟ لهلوبة. لهلوبة؟ عندهم حق. طب مش التلامذة، المدرسين اللي كانوا بيسموني كده. التليفون يا شفيق بيه. التليفون؟ التليفون. مش عبد الرحمن بيه؟ ايوه عبد الرحمن بيه. طيب. اسمع يا يوسف، مش لازم تخاف من شفيق كده. صحيح انه اخوك الكبير، لكن لازم تهوشه وتشخط فيه زي ما كنت انا بعمل في المدرسه. الو شفيق، الساعه 9. ما تزعقيش. الساعه 9؟ طيب بس يمكن ابقى اتاخر شويه، ابقوا استنوني. طيب اورا. تعالي كملي حكايتك هنا وبعدين. وده يوم الامتحان كانوا كل اصحابي ملمومين حواليا وعمالين. الساعه بقى 9:15 وانت تعبانه من السفر ولازم تستريحي. استريح؟ مين اللي بيكلمك في التليفون؟ ايوه. لا ده واحد جه صاحبي عنده شغل. الشنط الشنط يا من حق. فين اوضتي؟ فوق لوحدي. لا كل اوض النوم فوق. يا عثمان يا محمد الشنط ودوروا طلعوها على فوق. واحد حد حد بالشنطه الصغيره. بونسوار. قبل ما انسى عاوز اقول لك كلمتين يا شفيق. دلوقتي الساعه 9 وانا عاوز انام. تعالى بس معلش اقلع هدومك وانا اكلمك وانت تقلع. ها؟ اقلع؟ طيب انا شايف يا شفيق انه كان عندك حق بخصوص ليلى، وانا لازم اغير مبدئي من جهتها. ما اقول لك انت دي على كل حال تبقى بنت عمك، وعلى فكره لازم من بكره ندور لها على كاميرات. ايوه ايوه بكره يا سيدي. بونسوار بقى. بونسوار بونسوار بونسوار. ما تنساش حكايه الكاميرات. لا 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 انسى ازاي. احنا في الكماريرة دلوقتي ولا في السهرة اللي هتروح مني؟ ايه ده؟ لا ده انا بقيس البنطلون، اصل الخياط جابه امبارح ونسيت اقيسه. شوف طيب طيب هو بخلي نومك خفيف، يمكن ليلى تعوزك ولا تندهلك ولا حاجة. والله عادي انا خلي نومي خفيف. قال الله ما ليش شنطة صغيرة ودوها فيه، لازم نشيلها تحت. خشي هنا. ايه ده؟ حسك كنت هتوديني الداهية. ده انت خضتني قوي. هو اللي عايز يمسح جزمته يمشي كده على طراطيف صوابع ده الحرامي. جزمته ايه وزبت ايه؟ ده انا كنت عاوز اهرب من غير ما حد يحس.
تهرب يعني بيت سلام. وكنت رايحتين رانديفو ها؟ ايوه. حلوه زي القمر. طب وكنت عايز تهرب ليه؟ خايف منين؟ من يوسف. يوسف ليه؟ دي حكايه طويله قوي. عال انا مش جايلي نوم، احكي لي يا شفيق. مش جايكي نوم؟ لا احكيها لي. طيب بقى ستي، من مدة 10 سنين قبل ما يحصل الحادث بتاع الاوتوموبيل اللي كان السبب في وفاة اهلك الله يرحمهم. اهلي؟ يا ما نفسي اعرف كل شيء عن اهلي. قول. اقول 9:30 عالي بزرانة السهرة نهاية سمعت في اوائل شهر يناير سنة 31 كان ابوك وامك خارجين يتفسحوا، وفي اثناء نظر قضية التعويض بتاعتكم اللي هو كان بيترافع فيها لان يوسف كان محامي عظيم، عرف زاهية. زاهية؟ زاهية مين؟ اوعي تنطقي الاسم ده مرة تانية هنا في البيت او في اي مطرح تاني. ليه؟ ليه؟ دي زاهية هي اللي كانت السبب في تغييره بالشكل ده. ده كان بيحبها موت. بيحبها؟ وبعدين؟ وبعدين خطبها وبعد 6 أشهر كان لازم يتجوزها واشترى لها فيلا معتبرة وبعتوا دعاوي الفرح. وفي اليوم المحدد للجواز حصل ايه؟ اتضح له انها كانت بتخونه مع حتة ولد من الشبان الهلسياهم دول، وانا كنت عارف من الاول، لكن حد كان يقدر يقول له حاجة؟ الخاينة. وبعدين؟ وبعدين النتيجة كانت انه قعد في المستشفى 2 شهر لاحتقان في المخ، وبعدين منع دخول اي سكة في قلب البيت، وبعدين الوحدة والكآبة والضلمة، وبعدين الساعة بقت 10 وتقومي تنامي بقى. يلا يلا قولي كانت حلوة. مين؟ من الوجهة دي مفيش كلام، حلوة صحيح تجنن. عينيها كل عين قد كده، مناخيرها تلاقيها عندك كده، وشعرها الله الله الله. يا بنت يلا روحي نامي بقى تصبحي على خير. الله بكره بكره. بعد البيبي يعني ايه دلوقتي؟ هو ¡Gracias!
الحصن او ميال ايديك اقطب من الظهر وهات كل اللي قلبه يعطف عليك الورد فتح لك ناك والغصن او ميال ايديك اقطب من الظهر وهات كل اللي قلبه يعطف عليك وانت يا طير اللي جرالك ايام ما كنت قادر حي صان غني يا طير غني يا كنت وحيد في الدنيا شريك يا ما كنت وحيد في الدنيا شريك والأنس وفات والظهر صفاك والأنس وفات والظهر صفاك ولقيت يا طير بعد الغربة أهلي وأحبابي والفرح زاد حبة بحبة وزمانك طار ولقيت يا طير بعد الغربة أهلي وأحبابي والفرح زاد حبة بحبة وزمانك طار وانسى يا طير اللي جرالك أيام ما كنت قادر حي يا عثمان عثمان نعم يا استهان تعالى هنا ايه الضلمة دي انا مش قلتلكوا تفتحوا الشبابيك ايوه يفتلنا هان لكن البي محرج علينا ما نفتحش اي شباك ليه هو ليه سليم نادي صاحب الفجر قاعد بيشتغل جوه في المكتب بيشتغل طيب معلش برضه افتح الشبابيك حد ايوه كده يا ابراهيم يا فندم حضر لي هنا زهريه على الترابيزه حاضر يا فندم بونجور ايه 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 الضلمه دي انت كنت حد ينور النور والشمس طالعه ما تفتحيش الشباك ليه علشان انا طب افتحي ايوه كده الواحد يشم هوا السطح الجميل ده خد الزهرية حط فيها الورد ويلا لحسن عايز اكتر وجعانه خالص حط خايف من ايه نشخ هات كده وانت ولا انت عارف تبني الحاجة اوعى بس حابس نفسك طول النهار في المكتب وقاعد تقراني ايه اللي بتعملي لان الواحد نفسه تتفتح لما يبقى بياكل وقدامه ولد الله لكن مين اللي قال لكم انكم تفتحوا الشبابيك دي الست الصغير هي اللي انا اللي قلت له دي في حاجه لا ما فيش حاجه ايه ده؟ انتوا لسه حاطين كرسي في الشرق والتاني في الغرب؟ يلا عربون كده بقى يلا يلا وياك انت تاني مره يا سي عثمان تبعدهم عن بعض طبعا بعيد عن بعض يعني ايه؟ جنب بعض ما هو احسن باستمرار ها نمتي كويس؟ اه كويس قوي سرير مريح مش خشب زي بتاع المدرسه يعني انت مبسوطه من قعادك ويانا؟ قوي قوي واشكرك جدا بس في حاجة مضايقاني مضايقاكي؟ ايه هي؟ عايزك ما تكونش دايما مكشر ولا تفكرش ابدا في زهري مين اللي قالك الكلام ده؟ اتكلمي رد عليا مين اللي قالك الكلام ده؟ اخوك شفيق طيب انا هعرف ازاي اخليه يحفظ لسانه بس الحقوني بكوباية مية اديت ليلى جابت لي مصيبة لحد عندي ضيعت عمري كوباية مية يا هو تعالوا بينا بقى من سكات ناخد هدومنا ونطرد نفسنا من دلوقتي خليكم معايا هتسيبوني لوحدي اعملوا معروف اقفلوا الشبابيك اقفلوا اقفلوهم زي ما كانوا
مش قصدي اني اقول شفيق حكى لي عن سبب وحدتك وحزنك وانا شايفه انه ده سبب تافه ملوش معنى. ارجوكي ليه تنفرد وحدك وتحبس نفسك في البيت وتتحرم من الحياه؟ اذا كانت زهله اللي كنت بتحبها دي ماتت كنت يمكن احترم سبب وحدتك. انما في نفسك بالحياه علشان خاطر واحده خاينه زي دي ده يبقى اسمه تخفي. انت بالعكس يجب انك تكون سعيد لانك اكتشفت خيانه الكلبه دي قبل ما تتجوزها. ليلى ايوه الكلب. تصور الفضيحه والبهدله اللي كانت تحصل لو كنت اكتشفت خيانتها بعد ما تكون اتجوزتها. لازم تحمد ربنا انت لسه في عز شباب. صحيح انك ضيعت 10 سنين في طبك الفاشل ده انما برضه انت لسه صغير وتقدر تعوضه. دي العيشة حلوة والدنيا مليانة مطرات وربنا خلقها علشان نفرح ونتمتع بيها. بتبصلي ليه؟ كلامي مش معقول ولا فاكرني بنت صغيرة معرفش حاجة؟ لكن انا مستعمل لضرب ولا زيق ولا حاجة. ربنا يستر. يا عثمان حضر الترابيزة الصغيرة في الجنينة عشان نكمل بقية فطورنا. الله انتوا رجعتوا قفلتوا الشبابيك تاني؟ دي مش عيشه بقى. افتحوها افتحوها يلا افتحوها كلها يلا. اسمع يا يوسف انا هشيل الستاير التقيله دي من على الشبابيك وهغير كتير في البيت. اللي يعجبك اهو البيت قدامك. بس ده راح يكلفك كتير لان راح اغير الموبيليا كلها. معلش. ميرسي. نهارك سعيد يا سي مصطفى. نهارك سعيد يا شبيبي. ازيك وازي السعادة فندي؟ الحمد لله. مصطفى فندي السمري صاحب المحل وصاحبي الست ليلى بنت عمي. شرفنا يا الحقيقة يا سيدي عاوز اتغير كل الموبيليات البيت. تحت امرها اتفضلي. قالوا لي هنا احسن محل في مصر. اشكرك هاني ان شاء الله اكون عند حسن ظنك. وتاكدي هاني في بحر اسبوع اغير لك البيت كله. طيب بقى ما اقوم اتفرج على الموبايل. اتفضلي يا احمد افندي اتفرج الهاني. وديني على فين؟ شايف اوضه النوم بتاعتك بقت ازاي؟ يا خبر. استني عليا استني. ايه ده؟ اوهو وادي اوضتي انا. ايه رايك؟ ايه ده كله؟ حاجه ظريفه قوي. انا دلوقتي ذوقك مدهش. ايه رايك؟ عجبك الموبيليا؟ حاجه حلوه قوي. جبتوها منين دي؟ من محلات السمري. مبسوط؟ طيب اجري هاتي كتبك عشان تفتي الدرس. حاضر. تعرف ان الحكايه دي كلفتنا 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ معلش. معلش. معلش معلش لكن انا اولى نص المبلغ ده يفرفشني. تعرف يا يوسف انا فرحانه قوي بالبيت اهو كده الواحد لازم يتمتع في الدنيا. طيب بلاش فلسفه يلا تعالي اقعدي. تعرف انهم دلوقتي كلهم بيحبوك ولا يخافوش منك زي الاول؟ ايه ده؟ ايه درس النهارده؟ يوم الاثنين جغرافيا، يوم الثلاث تاريخ، النهارده مش الخميس؟ خميس. الخميس حساب. حساب. اوف انا فرحت قوي. احنا وصلنا صفحة كام؟ اظن 117 اهي مش كده؟ انا عرفت دلوقتي الناس بتخاف منك ليه؟ ايه؟ قوم تعال. ايه اروح فين؟ تعال بس. ايوه لكن انا مش فاهمه ازاي ما خدتش بالي من الاول واقول ايه اللي مخوف الناس منه؟ بص وقول لي اذا كان الواحد ما يخافش من شنب زي ده ولا لا؟ هو بعدين معاك يعني. طيب شوف نفسك كده من غير نظارة ومن غير شنب. شايف؟ انا مش شايف حاجة ابدا. بقولك مش شايف حاجة. يوه طب بص لي انا اظن حلوة شوية مش كده؟ بص لي بالنظارة كده وادي الشنب اظن خوف من الوقت. يا شيخ بلاش هزار دي النظارة بتاعت المهندس. ايه؟ انا مالي انا بنصحك لمصلحتك وكمان عشان البنات اصحابي لما يجوا ما يشوفوكش بالشكل ده. بنات اصحابك؟
يجوا فين؟ يجوا هنا في حفلة الرأس اللي انت عزلتهم فيها. حفلة رأس؟ انا عزلت حد؟ ايوه لمناسبة حضور. انا؟ ايوه انا وشفيق مضينا العزومة باسم. وايه يعني؟ ضيبة؟ عزومة فين؟ هنا في البيت. في البيت؟ لا انا ما اسمح لكيش ابدا انك تعملي كده. بص ما تزعقش كده الحسين يرجعوا يخافوا منك تاني. انت مش طوحتني في كل حاجة. خلاص استمر على كده. تلبس وتتهيأ وتتعرف بالناس وترقص. أرقص؟ أيوه. وما حفلة إيه اللي إحنا عاملينها حفلة رقص؟ ده أنا اشتريت حتة فستان من عند سيدنا ناوي دانتيل أزرق وكله مفضد وحاجة تجنن خالص. أمال يوسف فين؟ مش لاقياه. في المكتب لازم بيشتغل. برضه انا هروح اجره من وداني. مين دي؟ دي ليلى بنت عمنا، دي كانت مسافره وهي اللي عامله الحفله. خلينا في المهم. اخوك ده بيشتغل كتير يا شفيق بيه؟ قوي قوي قوي. هو بقى مؤلف عظيم من شويه. انا معجبه بيه جدا واشكرك لدعوتك لنا. العفو العفو، احنا كلنا مش اصدقاء وكلنا شله واحده. انا كنت متاكده ان حاجه الاقيك هنا. من فضلك تسيب كل حاجه وتيجي معايا. فين؟ في لا مؤاخذه انا افتكرتك ان عمي يوسف. اردو ليلى. الله يوسف، انت شكلك. امال فين النضاره يوسف؟ يوسف اديني سمعت كلامك. شفت لما قلت لك تعال تعال اقدمك لاصحابي يا يوسف. تعال ما تخافش. زوج ثنايا شوفوا من عندي. يا سلام يا ليلى، تشرف تشرف. شرشق تعال ما تخافش. لا اخويا كان محامي كبير قبل ما يبقى مؤلف. شرشق شوف يوسف بقى ازاي. الله، انت عملت بنفسك كده ليه؟ لا ده هي لا مش قادرين اصحابك قبل. طبعا 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 اصدقائي. اخويا يا اخي انت لخبطتني. نهايته اخويا. فشرفنا يا استاذ، انما اللي يقرا مؤلفاتك يفتكر انك اكبر من كده في السن. ما هو كان اكبر من كده امبارح بس، لكن النهارده مانيش عارف جرى له ايه. حضرتها امينه هانم شوقي معجبه جدا بمؤلفاتك. تشرفنا جدا يا هانم. انا عجبني كتير كتابك الاخير الاخلاق العصريه، كان كله انتقادات حقيقيه وصريحه. فعلا، وانا لولا خوفي اني اشدد على القراء كنت تكلمت بشده اكثر. مايسترو تانجو تسيجان. ابو تريسا النظر تانجو تسيجان تانجو تسيجان. ميرسي، انا متشكره جدا. يوسف انا طلبت تانجو ظريف او مش هترقص. ارقص انا؟ ومال؟ بس يمكن اكون نسيت الرقص. لا ما حدش بينسى الرقص ولازم ترقص. طيب امرك. صدقني من غير مبالغه انت بترقص كويس قوي. ورقص والسلام. اذا كنت حران تحب نطلع في الهواء شويه؟ ما فيش مانع اتفضلي. والله انا كان بدي اطلب منك الطلب ده لكن خفت اني ازعجك. اتفضلي. Thank you.
حكايه ميمي دي؟ باين عليها معجبه قوي بيوسف. يعني ما انتوش عارفين طبعا كل شويه تتعلق في حاجه. مره ركوب الخيل والرياضه والسباحه، ومره اللبس والموضه والسهرات، ومن 10 ايام بس مسكت لنا في الشعر والتاليف والروايات. هي كده دايما مزاجها متقلب. يا سلام، منظر النيل من هنا جميل قوي. اتفضلي. القمر، المراكب. انا فهمت دلوقتي ليه كتبت كتير عن النيل في التبك الاخير. فعلا انا الفت معظمه وانا في الحته دي. انما تاثير المنظر لوحده مش كفايه، لازم الشعور والاحساس والعطف. يا ستي مش وقته، انا في عرضك النشا الثانيه. انا مستحيل. بعدين 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 مره ثانيه، بس ما فيش دعوه. تعالي شمس، انا شفت شمس راح فين؟ والله اظن شفته رايح على البرندة. روح. طيب ماشي. اهلا وسهلا. محمد محمد، روح هات لي كوبايه شربات حالا. لا لا لا، مش مبالغه، انما طريقه كتابتك الدقيقه ووصفك الظريف هيقول اني بشم ريحه الورد وانا بقرا في الفصل الثاني. هو كده برضه، لانه ريحه الورد كانت جايه عليا وانا بكتب. عندنا هنا جنب السلم شجره ورد، عن اذنك هجيب لك ورده تشميها. يوسف انت هنا لوحدك ليه؟ هم اصحابي مش عاجبينك ولا ايه؟ لا بالعكس. خد ذوق الشربات ده. ميرسي. انا مش فاهمه بس ازاي كنت طايق الشنب ده. عندك حق، وانا شاعر اني كل ما بسمع كلامك بتغير وبعوض ايام شبابي اللي كان هيروح حضر، والفضل في ده كله راجع لك انت. ليه انا؟ ايوه ليك انت، وترجع كمان لصراحتك وبراءتك. خذي الورده دي. يوسف يوسف، اسمحي لي اقدم لك شويه الشربات دول. ميرسي. الورد اهو، شوفي جميل ازاي. لحظه ريحته الخفيفه. احترت فيا لساني، اداني ورده
بقيت حب وسعيد ويعيني شوفت المنى لما الحبيب الفريد عطف النهارده والتاني ورد عطف النهارده والتاني ورد من النهارده في الدنيا سعد مني التاني ورد خلاص يا روحي اتهني من النهارده في الدنيا سعد مني التاني ورد خلاص يا روحي اتهني هي راحت فين؟ برضو هي فين؟ أرضك؟ أنت قاعدة لوحدك ليه؟ حد زعل؟ لا أبدا أصحابي كلهم تحت بيسألوا عليكي وعاوزين يروحوا يروحوا؟ هما اللي عاوزين يباتوا هنا قومي تعالي سلمي عليك تعالي أنا سعيدة جدا لمعرفتك وللحفلة الظريفة دي لا بس من ظرفك لا 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 انا صريحه واقول الحقيقه ميرسي اذا هشوفك بكره مش كده وهو كذلك بصوار بصوار ولا تنساش تجيب لي روايتين وهو كذلك اهوا رفا ادنى أنا سعد بيه روح عندها الست ليلى قول لها الساعه بقت 10 تيجي تسقي الشوالي بتوعها وهي فين الست مع سيوسف عامل لي مدرس على اخر الزمن اللي اندهلها حاضر سعد بيه كل يوم الصبح يصطادها الساعه 9 ويعلمها جغرافيا وهندسه والجبر ومش عارف ايه تقولش هتطلع محامي هي رخا انا مش فاهم انت مالك النهارده ايه تعبانه من سهره امبارح انا لا ابدا امال سابحه ايه تعرف انك صغرت 10 سنين لما شفت شنب وبعدين بقى يا ليلى يوسف انا سعيده جدا طيب كويس قوي خلينا في الدرس دلوقتي ولهذا ارسل عده حملات حمله منها بقياده السير صامويل بيكر لكشف منابع النيل لا مفيش فايده في الدرس معاك النهارده انت فكرك مش وياي ومع كل ساعه بقت 10 دلوقتي يا لا معلش كمل الدرس هخلي بالي لا كفايه كده خصوصا انا عندي ميعاد الساعه 10:30 جيبي لي من كتبخانه من فضلك روايه احلام الصيف والانسانيه في مؤلفات شكسبير
بونجور. انت اتاخرت ربع ساعه. انا متاسف، كنت فاكر اني لسه شاب، حبيت اجي ماشي لحد هنا ولذا اتاخرت. ادي الرويتين اللي طلبتيهم. اوه ميرسي، انا متشكره جدا لاني ما كانش عندي حاجه اقراها. الى امينه هاني من رجل يستيقظ، يوسف والي. ده كتير قوي يا يوسف. لا دي حاجة بسيطة، ما تجيش جنب انزعاجك بمقابلتي. وما تقولش كده، ده أنا سعيدة جدا بمقابلتك وأتمنى إني أقابلك كل يوم. كل يوم؟ لا ما تورينيش أحسن، انتهز الفرصة وقبل. أنا مستعد. أراني إنك بعد يومين هتضايقي مني وترجعي في كلامك. وأنا قابلة نهار. غرفة كذا. ست ليلى فين؟ نص ساعتك يا بيه. ليلى انت فين؟ ايه ده انت خضيتني. انت بتعمل ايه؟ بحط لك شويه ورد. ليلى انا سعيد، سعيد جدا. وانا زعلانه منك جدا. مني؟ ليه؟ لاني شايفاك اليومين دول مش على بعضك وبتمضي كل اوقاتك بره البيت. عندك حق، لكن انا صممت من دلوقتي على خطه هتخليني افضل في البيت على طول. وايه هي الخطه؟ سيبي الورد ده وافتحي وداني كويس. ها؟ ليلى، من يوم ما دخلت البيت ده جبت معاك البهجه والفرح والسرور. لكن يا يوسف. ليلى، انا صممت على جواز. تتجوز؟ ايوه، وانت فاهمه هتجوز مين؟ ايوه لكن انا مش عارفه. التليفون يا بيه. طيب، جاي حالا. لسه ما عرفتيش هتجوز مين؟ مين؟ الفتاة اللي استولت على قلبي. أنا هتجوز أمينة. أمينة؟ Thank you.
بس علي يمكن يا قلب معرفش حبي يمكن يا قلب معرفش حبي مسكين يا قلبي يا قلبي الحزين تفضل تداري وتتألم تداري عنه هواك تبات تداري عنه هواك والقرب منه والقرب منه انت بتعملي ايه هنا؟ تعالي هنا. انت وديتي فين ال ايه؟ انت بتعيطي؟ انا لا مش بعيط. امال مالك؟ انا فرحانة. فرحانة؟ ايوه فرحانة اوي عشان يوسف هيتجوز. هيتجوز وفرحانة وبتعيط؟ لسه يا ست مع ان التلغراف بيقول نصل الساعة 7:30 مساء بالاوتوموبيل ودي الساعة بقى 8 ولسه ما جوش. مين عارف بقى جرى ايه؟ انا عارف. اقعدوا. قوم يا سالم قوم. قوم طيب. ألف حمد لله على السلامة، نورتوا البيت، ده احنا كنا ضايعين من غيركم. كويس، طلعوا الشنط فوق، اسمحي لي يا هاني. ايه طيب بعدين؟ الشنطة الحمراء، يا ولد الكلمة الشنطة الحمراء. الشنطة الحمراء يا ولد، انت شوفها فين يا ولد؟ بقول لكم سيبوا شنط البيت دلوقتي وطلعوا شنطي أنا قبلة. ليلى. أهلا. إزيك يا ليلى؟ ألف حمد لله على السلامة، باردون. اسمحي لي يا أمينة. ميرسي يا ري. يا راجل طلع صورتي يا قبلة دي خمسة البيت. حاضر حاضر ما تزعلش. ليلى. يوسف. ايه ده ولا كارت فستان ولا حاجة؟ أنا عارفة أبعت لكم فين انتوا دايرين تتنططوا في كل بلد شوية. ايه ده ايه ده؟ وبتلوموا ولا دكان ورد؟ طلعوا الورد ده بره طلعوه. الشنط دي نحطه فين يا ست هان؟ على الأرض يا غبي. حاضر. وليه حطيتوا صغير واحد مع إني طلبت اثنين؟ ليلى هانم امرت بكده. ليلى هانم بتعمل اللي هي عايزاه في اوضتها لكن انا ليا ذوق تاني. فتقربي تقلعيني، مالك واقفه مبلمه كده. اتفضل يا سيدي. الشنطه الصغيره اهي. اما نشوف بقى جبت لنا ايه. زي العيال الصغيرين اما ينسرقوا على الهدايا. طبعا يا حبيبي بعد العيد ما يتفتلش كحك. اتفضل يا سيدي. ايه؟ كتاب؟ وايه دي كمان؟ ايه دي؟ لا الله اه دي حاجة حلوة أما أروح أظبطها. وايه ده علشانك يا ليلى؟ ايه؟ دي نصباع. خاتم ليا أنا. عاجبك؟ حلو أوي. أنا مش عارفة أقول لك إيه. شفيق شوف حلو قد إيه. الله. دي شنط أوامر ديهم في أوضة البيت.
بيبي يا جدعان. المكتب يا حال. انا كنت عاوز اجيب حاجة احسن من كده بس. انا فرجة يا سيدي. طيب بس ما تتأخريش. لاني تعبانة من السفر. يلزمك راح. ده مفتاح البيت مش كده؟ ايوه هو. طب افوار. افوار. هي رايحة فين؟ رايحة تزور امها. ازاي ده؟ كده من اول ليلة؟ ايوه كانت تستنى لحد الصبح. والله انا كمان قلت لها كده لكن في امها. مش كده بقى نتعشى احنا؟ وانا عشى جوز؟ اما اروح اشوف. الكتاب قال فاكرني شيخ. يا سلام، مفيش احسن من ان الانسان يرجع لبيته وعوايده. كل شيء في مطرحه. والمنتوفي كمان. المنتوفي؟ ايوه اترجع. لا لا خلاص يا ليلى، ده كان زمان. ليه؟ لا على كيف. احكي لي بقى شوية عن السفر، انبسط؟ والله مش قوي، لكن تعرفي يا ليلى يظهر اني خلاص عجزت. عجزت؟ ما تقولش كده، ده انت لسه شاب. ربما في نظرك انت او مش باين عليا، لكني شاب كده. انا لما احتكيت بالشبان وحبيت اني اقلدهم او اعيش زي مراتي ما قدرتش. حسيت اني كبرت. ازاي؟ اهي مراتي مثلا، الفرق بيني وبينها في السن مش كتير، لكنها مليانه حيويه. ده مش شباب بيجري في عروقها. تصوري انها ما كانتش تقدر تقعد يوم بطوله في اللوكاندا، طول النهار في رقص وفسح وانبساط. ولو وجدت قدامها بعد رجوعنا للوكاندا مجال تاني للرقص يمكن كانت ترقص للصبح. حبيت مره من المرات اني امنحها، قالت لي الحياه العصريه كده. عرفتش ارد عليها. يمكن يكون عندها حق. انا قعدت 10 سنين بعيد عن الدنيا، ولولاك انت. مع ذلك اذا كانت الحياه العصريه بالشكل ده، والله انا افضل المبادئ القديمه. انتوا يا جماعه لسه قاعدين ترجوا؟ يلا على السفره. الديك الرومي منفوخ وطالعه منه ريحه ترد الروح. يلا يلا قبل ما الديك يبرد. حكم الديك الرومي لما يتاكل وهو سخن يبقى احسن ما يتاكل وهو بارد. يلا تعالى. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ دي الست ليلى موظفه الحاجات دي كلها احتفالا بمراتك، لكن يظهر ان تعبها طلع فشوش. شايف الترتيب؟ شايف الذوق؟ وليه حاطين مطرحين هناك ومطرحين هنا زي زمان؟ علشان مراتك تقعد جنبي. لا لا مفيش كلام من ده. انت تقعدي على يمين وشفيق يقعد على شمال. قوي قوي ده انا هقعد جدا. يا سلام. اهو مين قوموا لينا كلمتين. قوم كلمتين. ايه يا حسني؟ بخصوص حياتك الزوجيه. حلوه. ايه رايك بقى في العشوه العظيمه دي؟ دي ليلى بنفسها وقفت على ايدين الطباخ. ايه ده؟ يعني ست بيت صغير. مش قوي، بس انت دايما اللي تحب تمدح. لا ابدا. ازاي؟ مصفر بقى. الساعه بقى 9:30 وانا عاوز اروح البس. اقلع انام ولا ابويا؟ انا رايح انام. اراهن انه هينط من الشباك علشان يدور يسهر. مسكين شعر بالوحده لانه مش متجوز. مش متجوز؟ في ناس متجوزين كتير ومع ذلك بيشعروا بالوحده. اظن انت تعبانه شويه، يمكن عاوزه تستريحي في سريرك. بونسوار. بونسوار. Thank you.
حبيت وضاع الأمل كان لك حبيب راح من ايدك قلبه فضل يعطف يعطف عليك ياللي لقيتك وحيد حبيت أنس وجودك وقلت تبقى سعيد مع اللي قلبه يريدك صورت لك عيشة هنية تلاقي فيها حبيب وخليل صورت لك عيشة هنية تلاقي فيها حبيب وخليل يمكن يبان لك فعناي على الوداد والحب دليل وكان مرادي الصلوات وقت الظهور المنى وياك شردت مني وغبت عني واخترت غيري والروح معاك حبيت وضاع الأمل انت اللي كنت بتغني سمعت مغنى لقيت بابك مفتوح حبيت اعرف مين اللي بتغني عرفي انه صوتك جميل ميرسي لك ما كنتش عارف انه عندك الموهبه دي علاوه على المواهب الكتير اللي عندك ميرسي لكن يعني كنت فاكراك نمت والله انا مش جاي نوم ازاي ده مع انك لسه جاي من السفر ولازم تكون تعبان يعني انا تعبان من السفر تعبان كمان أنا كنت منتظر من الجواز حاجة تانية لسه ملحقناش نوصل لبست وخرج التاني معلش يا يوسف دي راحت تزور أمها ولما كانت تسيبني واحنا مسافرين في شهر العسل علشان تروح ترقص برضه كان علشان تزور أمها دي حاجات فارغة وبكرة غير طبعها دي من مخلصة طيبة وبتحبك كمان حبني من عارف انا متاكد اني تسرعت انا فعلا كان لازم اتجوز لكن مش دي اللي كان لازم اتجوزها سكتي ليه انا لا بس تعبانه شويه وعايزه انام والوقت راح عندك حق الوقت راح راح كل شيء مفيش فايدة بونسوار بونسوار
طب ولازم الواحد يلبس فراق في الحزومه دي يا اخي بس يعجبك يعني اعرف الساعه 8 ايه عايزين ايه؟ مصطفى عزمنا اننا نرقص على سطح البيت وقلت الغسيل عملها بار المجنون ده تتفاجئ قوي هو فين؟ جاي حالا انما انت جايه ولا لا؟ بس مانيش عارفه اطلع لجوزي حجه ايه وانا طول النهار بره البيت الو انت يا شيرين احلف لي قبل انك مش هتزعل لا مش هقول احلف لا مش هزعل كلمني ايه مش جاي على العشاء كمان طيب زي كيف زي ما تعود لا مش زعلان بس ما تتاخريش انا هروح ما فيش فايده مانيش قادر اتعود على الحياه العصريه دي مع ذلك لازم استحمل ليه ده انتوا رجعتوا بقالكوا يجي شهر دلوقتي وهي كل يوم بتاكل بره وده مش اصول علي انا ما كانش لازم اتجوزها لا هي كانت ليا ولا انا كنت لها دلوقتي بس اتضح لي ان عطفتي نحوها ما كانتش عطفه حب كانت اعجاب او زي ما تقول ضعف الرجل مضت عليه 10 سنين ما عاشرش ستات انا منكرش انها حلوه وظريفه لكن يظهر اني ما بحبهاش كويس لكن دي مراتك اذا ما كنتش بتغير عليها لازم تغير على اسمك يعني قصدك ايه قصدي اقول ان الواحد لما يترك لمراته حريه زياده عن اللزوم بالشكل ده يجي عليها يوم تزحلق غصب عنها شفيق لا مؤاخذة انا كان غرضي من الكلام اللي كنت بقوله لك ده انا مش عاوز افكر في الكلام اللي بتقوله لان يعني اليوم ده يكون اخر يوم في حياتي وعلشان كده انا بنصحك يا شيرين ايوه بستناكي يا حبيبي بتستناني لحد دلوقتي من فضلك سيبيني دلوقتي اسمعي اللي عاوز اقوله لك انت زعلان معايا يا سوسو انا عارفه عايز تتخانق معايا عندك حق لكن خلي الخناق ده لبكره لحسن انا تعبانه قوي قوي يا راحل ماشي ارجوك مش وقت انا عاوز اكلمك تكلمني دلوقتي خلينا لبكره يا يوسف أنا تعبانة أوي مش قادرة أطلع شيلني يا يوسف كيف مدهش قوي ذوق يا يوسف تعال انت راخر اما اوديك في الجنينه عشان تونس اخوك يا ستي مش وقته تعال اما نفطر قبلك طيب انت لازم جعان قوي يا شخص قوي قوي امال فين مين قالت لي انها تعبانه شويه وهتاخد الفطور في اوضتها مالها عيانه لا كسل طبعا من السهر يا ست ليلى الاستاذ الطباخ بيسال حضرتك عاوزين تتغدوا ايه النهارده؟ نتغدى؟ طب ما تسال ست مين يا عثمان؟ سالته شخصيا وقال لي اسالهم هم على مش راح نتغدى في البيت النهارده. النهارده كمان؟ زودتها قوي. تعالى يا عثمان. لا كل شيء له حد. انا مش هخليها تخرج ابدا. طبعا لك حق يا اخي ما هو الكلام ده اللي كنت بقوله لك تمام. بونجور بونجور ايه في حاجه
بس كنت عايز اقول لك كلمتين. ايه هما؟ قولي اه لحسن انا خارجه. بخصوص خروجك ده، افتكر ان يوسف قرب يزعل. ولا افرض انه يزعل، انت مالك؟ لا بس ما احبش يكون بينك وبينه اي خلاف. خلاف؟ التدخل بتاعك ده يا دستاته هو اللي هيخلق الخلاف. حد طلب منك الخدمه دي؟ انت غلطانه يا ميمي، ما انتش فاهمه غرضي. انا اعزكوا انتوا الاثنين، والست المتزوجه لازم تتفرغ لجوزها وتقضي اوقاتها كلها معاه بدل ما تجري من هنا ومن هنا. وايه كمان؟ واجبات الزوجه كتير قوي، وافتكر بلاش خروجك النهارده. انا مش فاهمه ايه اللي حيشني عن تقديرك يا عياره. ازاي تقدري تقولي كلام زي ده؟ انا استحملتك في البيت ده لغايه دلوقتي لانك يتيمه، وجايه كمان تديني نصايح؟ يلا اطلعي بره امشي. حاضر، اشكرك. ايوه انا جايه حالا دلوقتي. لا اقص عليكي، انا عايزه الحصان الابيض. ايوه استنوني انا جايه حالا. اخبار؟ ايوه لكن انا مش فاهم ايه الدافع لسفرك الفجائي ده. مفيش حاجه، بس انا تعودت على اسكندريه ونفسي اخد كام حمام بحر. هو لازم تسافري النهارده؟ خليكي لبكره وانا اوصلك لحد هناك. طيب معلش استنى لحد بكره، بس توصلي. خلاص ميرسي. لازم حصل حاجة. حاجة ايه تراخى؟ عملي زي البوليس السري، كل ما تسمع حاجة تفسرها بمعنى تاني. عايز تروح اسكندرية تاخد حمام بحر. أنا مال؟ بس أنا يعني كان قصدي أقول لك. أمينة، أنت رايحة فين باللبس ده؟ أنت هنا؟ أنا كنت هدور عليك، أنا خارجة حاجة حصان. أيوة لكن أنا عاوز أقول لك كلمتين. دلوقتي؟ أيوة دلوقتي. ايه؟ بس اول وحياتك لحسن اصحابي منتظريني. لا يا مين، خروجك الكتير ده صبح وظهر وليل واكلك بره وعدم اهتمامك بحد، دي حاله مش ممكن انها تستمر. شو ايه يا سوسو؟ انت عايز تمنعني عن الخروج؟ ايوه، انت مش لازم تخرجي. اذا كان ده يريحك مفيش مانع، بس كنت تقدر تقول لي الكلام ده قبل ما اتعب نفسي والبس واتفق مع اصحابي. انا مش بتكلم عن دلوقتي بس. مش لازم تخرج دي المرة. ازاي ده؟ ما اخرجش ابدا؟ يعني عاوزني ما اشبش نفسي؟ ما اتفسحش؟ ما انبسطش؟ الناس تقول عنك ايه؟ لما اشوفوك طول الوقت لوحدك راكبة حصان في السبق في كلوب ومش عارف فين كمان. مين الحق عليك؟ انت اللي تملي ما عندكش وقت عشان تخرج معايا، بينما انا بتمنى واكون سعيدة اننا نخرج سوا. عندك حق. مع ذلك انا لازم الاقي طريقة فضي نفسي عشان اخرج وياك. انا اللي مضايقني بس ان الناس دائما بيشوفوك لوحدك يقولوا عنك ايه؟ مش متجوزه؟ ما عندكش بيت عشان تستقبلي فيه اصحابك؟ استقبل اصحابي هنا؟ يا ريت، بس انا كنت خايفه لا اضايقك. لا انا افضل انك تضايقيني شويه احسن من كلام الناس. وليه يا روحي ما قلتليش كده من الاول؟ وعلشان خاطرك ما انتش خارجه النهارده وهقول لاصحابي يجوني هنا. يجوكي هنا؟ ايوه ميرسي ميرسي يا ريت. ولا اسمعوا اسم روايته دي، الوراثه النفسانيه. والله دي تنفع اسم لفلوريس كونجا. الله ليلى، بتعملي ايه هنا؟ ولا حاجه، كنت قاعده في اوضتي كل شويه انزل اوريهم نفسي عشان ميمي ما تزعلش. الله، وليه كده؟ الحقيقة أصحابها دول يعني الجو نفسه مش عاجبني. والله عندك حق، ولا أنا كمان، علشان كده أنا طالع أنام. بس تبقي تقولي لميمي إن أنا تعبان شوية. حاضر، في خدمة تانية؟ لا ولا حاجة. بونسوار. ميرسي، جو سوي تري فاتيغي. فايون، ان تيتور. انا قلت لك تعبان قوي.
استنى. راح فين؟ جاي حالا. نعم، في حد؟ ايوه في. انت مالك ومالك؟ متبقاني ليه؟ بتتجسسي عليا ليه؟ شفتي حسني هو بيبصني مش كده؟ روحي قولي ليوسف. ما تروحي تقولي له مستنيه ايه؟ لا مش راح اقول له، لان الضربه تقضي عليه وهو انضرب مره قبل كده. انما كل ما فيها انت تعبان عليا. تعبان عليكي؟ كويسه. ايوه تعبان عليا، لكن الحق مش عليكي اللي وصلت بالدرجه دي. امال الحق على مين؟ الحق على الحياه العصريه اللي بتقول عليها. ايه؟ انت عايزه تكملي الدرس اللي اديتهولي النهارده الصبح ولا ايه؟ فعلا، لان اللي بتعمليه ده عمل لصوص. انت بتخوني جوزي، بتسرقيه، بتسرقي شرفه اللي ما انتش عارفه تقدريه ولا تصوني. اخلصي قطع لسانك يا نبتي الادب، امشي اطلعي من هنا، اطلعي من جده. انا كنت ناويه على كده من الصبح، انما بعد اللي شفته وعرفته غيرت رايي. ده بيتي وانا حره. بالعكس، ده اصبح دلوقتي بيتي انا اكتر مني، وحقعد هقعد عشان احافظ على سعاده ابن عمي وهناه. تحافظي عليه؟ ازاي بقى من فضلك؟ ها قولي. اولا همنع كل اصحابك دول انهم يعتبوا البيت، ثانيا حرقني، حضر وراكي في كل حته، حضر انصحك في كل وقت لحد ما اقنعك وتفهمي ايه واجبات الزوج الشريف. ليلى عندك حق، انا غلطانه، ارجوك تسامحيني. انا صحيح كنت هضيع نفسي، خلينا نبقى حبايب. ممكن امين. ليلى انت مش لازم تسيبيني ولا تسيبي البيت ده ابدا. اشكرك، انقذتيني. انت لسه هنا يا سونا؟ كنت فين؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ كنت باخد درس في الواجبات الزوجيه. واجبات ايه؟ يلا بينا، يلا نرقص فلتحيا الحياه العصريه. بس انا مش فاهم حاجه. جميل، تبعت لي الجواب على هنا، لكن العنوان مش واضح. هو شارع الهلال نمره 11 ولا 21؟ نمره 11. طيب انا جاي حالا. تعالى يا واد يا حكيم. انا تشرفت جدا بزيارتك يا سعاده البيت. مين؟ لك عدي نفسك والله.
يمكن يكون بعده الواحدة كاميريرا ولا الواحدة خدامة. ضروري تكون هناك دلوقتي. اسمع أنا لازم أتأكد. بس انا مش فاهم هي بتراقبك المراقبه دي كلها ليه؟ انا عايزه تعقلني وتعلمني الاستقامه وتحلبك الجثات اللطيفه. الادب دي وجايه ورايا لحد هنا كمان عايزه مني ايه؟ البسي بنطك وخرجي او اعمل يوسف جاي على هنا. يوسف ليا وجايه تنقذيني. لا انا جايه اخش المصيبه اللي راح تقع على ابن عمي، لو شافك هنا يمكن يموت. اهربي ارجوك تهربي قبل ما يجي. مش عارفه ان انا هنا. الجواب اللي كان في ايدك وانت بتتكلمي في التليفون وقع منك وخده اهو. الجواب؟ يا صبحي يا سيدي. مش عايش هنا. الله يا حسني، الله شريف. كلمه من فضلك يا مدموزيل ليا. يسيبني يا سيدي. سيبني. هدي نفسك يا يوسف. 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 الجواب كان لك انت. وانا اللي افتكرت. يا سفلة. انت تربية المدارس ظهرت بالطيبة والسذاجة بينما بنات الشوارع اشرف منك. مين يعني؟ فيها ايه اذا كنت بحب؟ ده الجواب الوحيد على وقاحتك. حذاري انك تدخلي بيتي مرة تانية. انا متبرئ منك يا قذرة. مالك يا اختي؟ في ايه جرى ايه؟ خضتينا بالتلغراف اللي بعتيه. سيبيها دلوقتي، خليها تستريح. اتفضلي يا بنتي استريحي في اوضتك. اتفضلي. تعالى قول لي مالها؟ ايه اللي خلاها تيجي اسكندريه لوحدها في عز الليل؟ بلاد الحكايه طويله، ما رضيتش تقولها لي وفضلت تعيط طول السكه. كيف دي يا اختي؟ اما اروح اشوفها. لا لا لا، خليكي هنا احسن. بكرة الصبح لما تروق نقدر نعرف منها كل حاجة. العشاء جاهز؟ أيوة. تعالوا يا ولاد. لقيت لي فيها عشق جميل.
يتيمة يذل حال اليتيم. ما كانش له عن بينا وانت اللي وحدك فعليا دنيا من الحب بسيمة أخلصت لك والزمن كلفني أغلى الثمن أخلصت لك والزمن كلفني أغلى الثمن كلفني دمع كلفني جرح الفؤاد ليه يا حياتي تهون العلي وهبته وداري ما تبقى روحي سقيمة ورجعت تاني يتيمة يا ذل حال اليتيم. أدخل. فرد يا سعادة الدين، فرد. ايه الضلمة دي؟ ما ترفعوا الستاير وتفتحوا الشبابيك. سعادة الدين قال ما تفتحوش. هو فين؟ جوه في المكتب. الله، انت قاعد في الضربة كده ليه؟ انا خارجة يا سوس. طيب. ويمكن اتغدى بره. طيب طيب. في مانع؟ لا ابدا. طيب الله يا راح. اهي خارجة اهي. اسمع، تعال ناخد العربية الصغيرة بتاع البيت ونمشي وراه. نمشي وراه؟ ايوه. انت مش قاعد تسوق؟ مش قوي. يا انت طايق يا ابني ده شوية. يلا. مكتوب في القنبيل الكبير مشي. ايوه بس مش عارف مفتاح البنزين انه فيهم. دوس عليهم كلهم السلام. طيب يلا. اما نقتل لك العلبة دي. اوان بس. مراتك بتخونك، تجدها الآن في الفيلا نمرة 11 بشارع الهلال. الإمضة اتنين يعزوك قوي. كويس خالص. ولا يا حسن؟ نعم. خد يا حسن، ادي الجواب ده للبيه وسألك قول له واحد جابه ومشي.
حاضر. ادخل. راح جاب الجواب ده ومشي يا بيه. يوسف اخوي انت هو يوسف انا اخوك تعال تعال يا اخوي الحقنا تعال شوف ايه اللي جرى تعال امين انا حموت حاسه اني حموت ربنا جزاني سامحني يا يوسف ده ذنب ليلى ليلى بريئه ايه ايوه ايه ليلى بريئه ازاي اتكلمي ايوه بريئه ضحت نفسها علشان كان عندها حق خليها تسامحني مالي 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 حسيت بتعب النهارده يا بنت؟ انا؟ لا لا ابدا ابدا. نفسكش في حاجه حلوه تاكلها النهارده يا اخويا؟ اي حاجه اي حاجه. انا رايح اشتغل في المكتب. اتفضل تجي لوحدك. خليك انت هنا. هيا دكتور ازاي صحته النهارده؟ باين عليه احسن مش قادر اقابله زي ما اتفقنا. انا بقى لي قد ايه منعك تقابليه؟
شهر ونص يا دكتور. شهر ونص؟ طيب روح غير فستاني، وزي ما فهمتك لازم تعامليه بحنان وتقابليه بكل هدوء كأنه ما كانش عيان. حاضر. وبكده اتذكر شيء فشيء. حاضر. وفكرك فيه أمل يا دكتور؟ عندي أمل عظيم. كده؟ كده. لأن تأثير مفاجأة من رؤية شخص عزيز أو مكروه يمكن تذكره الماضي. يعني يا دكتور مش هيتيب؟ قلبي بيطب يا دكتور. ما تخافيش، كلمي طبيعي كأنك بتشوفيه كل يوم. يا رب. بونجور. تعرف ان النهارده الورد في الجنينة مش قد كده؟ شو؟ وعشان كده انا متضايقه قوي. وانت عملت ايه النهارده الصبح؟ انا ورد ما شفت شويه. طيب معلش، مش مطرح الظهريه هنا كويس؟ ها؟ ايوه كويس كويس. ولابس الجزمه ليه؟ فين المنتوفي؟ المنتوفي؟ هناك تحت الكرسي. كويس، هي دي أول مرة افتكر فيها مطرح حاجة. ليه تتأكد كمان؟ تحت الكرسي ده ولا ده؟ لا لا، اللي هناك. ده هو؟ أيوه. أيوه صحيح. هات رجلي. رجلي؟ لا. كان زمان، كان زمان. يا 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 هيا يوسف. يا يا ليلى، ليلى انت فين يا ليلى؟ الحمد لله. كتر قلبي غيرك يا دكتور.